رجعناكم في جديد من لو خيروك. معكم يزن ومعكم سارة. أحبابي أنا أتسكى لكل واحد بعتنا فيديوهات عطانا خيارات لإلي ولأخوي يزن. وتاني شي جدنا كتير خيارات، لهيك مش هنمصر حلقة طويلة كتير. رح ناخد أول قسم من لو خيارات من الفيديوهات، وتاني قسم بنزل الحلقة البعدة. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو اليوم يا رب. صلاة. ولا تنسونا اللايك والاشتراك، نحن نحبكم كتير أكيد. وانتو هون يا قلبي. أكيد بقلبنا وعلى راسنا والله. إيه والله عيني وراسي. صار جاهزة؟ أنا جاهزة ومتحمسة أكيد. يا صبية حطوا لايك والاشتراك. يلا خليكم معنا ويلا. كيفك يزن؟ أنا فضل. يا أنت تاكل سكر مع حمض ليمون، يا تشرب بيضة نية. سارة يا تاكل ملح وبس. يلا باي. طيب ملح وشو؟ لازم يكون في خيار تاني. ايه والله بس ملح. طيب يعني ملح وخيار تاني بده يكون معه. اكيد. تحياتي لك حبيبي. تحياتي حبيبي. لازم يكون في خيار تاني، يعني ملح وخيار تاني. ماشي. وبالنسبة لي انا رح اختار اشرب بيضة نية. وانتي سارة؟ يزن انا ما بدي اختار شيء، انا نفدت. اوه نيالك يا سارة، انت اليوم نفدتي. خليكم معي لاشرب بيضة نية. ويلا هاي بيضة نية راح اشربها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب. طيب البني تعالي يا مني اللي حط لايك. شو لهم بوسه اللين هاي. يلا باي. يا سارة انا لمس متابعتك من القرى. يا سارة لو خيروك تنزل على الشارع تقولي بصوت عالي انا مجنونة او تكسر بيضة على شعرك؟ اول شيء تحياتي الك لمس، وانا بختار اكسر بيضة على ساري. يا بنات البيت كتير مفيد للسعر. يلا خليكم معي ويلا. هاي البيض الني وريحك تعراشي. ايه في ريح الزنخ. لو خليها في سعري البيت مفيد للسعر. مفيد. حطونا اللايك. مرحبا يا زين، معك نور الدين متابعك من أنقرة. لو خيروك تبوس إيد أمك 10 مرات أو تبوس إيد أبوك 10 مرات؟ تحياتي لك نور الدين. تحياتي لك. وأرح أختار أبوس إيد البابا 10 مرات. خليكم معي ويلا. صباح الخير بابا. صباح النور بابا. نحن هلا عم نصور لو خيروك. أيوة. وفي خيار لي أني أبوس إيدك 10 مرات. بس 10 يا 10. سويها 15-20 يا زاشبك. والله بابا بوصل لك إيدك 100 مرة. حبيبي يلا بس كفي. بس بوسي واحد وكفي. لا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هات بوسي حبيبي. حط لايك. السلام عليكم، أنا اسمي آية. سارة لو خيروك تعمل 20 مرة بالشعر بالضبط أو تاكلي 5 بيضات ني. باي. تحياتي إلك آية حبيبتي. تحياتي لك آية. تحياتي. أنا بختار أنزل السارة وأعمل 20 ضغط. خليك معي ويلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مرحبا يا زين، انا محمد، انا بتابعك من انقره. لو خيروك تقول له ده ابوك انا ما بحبك او ترقص رقص هندي. تحياتي لك محمد. هاي لك. تحياتي. وانا رح اختار ارقص رقص هندي. بس لا تضحكوا علي لاني ما بعرف ارقص رقص هندي. بس يلا اضحكوا، هذا الفيديو اللي لو خيروه كله ضحك ومشان نسليكم. يلا خليكم معي لأرقص رقص هندي. يلا
أنقرة، أنا تابعتك من أنقرة. لو خيروكي تقولي أنا ما بحب أو تضرب يا أخوكي يزن. أول سيد حياتي إليك، وهاي البوسة لوسك الحلو. بس لو أنا ما بحب أمي، أنا بحبها كتير، كمان بحب أخوي يزن. بس يلا بختار أضرب أخوي يزن. جاهز؟ جاهز. جاهز لحالة. جاهز. حطونا اللايك. السلام عليكم، كيفكم؟ أنا اسمي رسول. لو خيروك يا يزن تاكل بصل مع عسل أو تطلع لبرا ترقص ترقص مع أختك سارة ومع أخوك يعني. باي. تحياتي لك رسول. هاي البوسة لإلك. تحياتي لك رسول. وأحسن ما أكل بصلة مع عسل. خلاص بختار أنزل الشارع نرقص أنا وسارة يامن. وخليكم معنا ويلا. كيفك عمو أبي يزن؟ كيف ويزوني؟ كيف سارة؟ كيف صحتكم؟ وإن شاء الله بخير. يزن، لو خيروك توكو 5 بيضات ني أو تدبك بقميص شيال بالشارع، إليك سارة. لو خيروك توكلي 5 بيضات ني أو تخلي أخوك يزن يضربك 40 كف. نحن الحمد لله، نحن بألف خير يا رب. الحمد لله بألف خير. وتحياتي لك حبيبي. وأنا رح أختار أنزل على الشارع أطبق قميص الشيال. وأنتي سارة إيش تختاري؟ يعني 5 بيضات كتير ما بحس أكل. خلاص خلي يزن يضربني. بس نعمل. يلا. 40 كف يا جماعة. 40 كف. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 يلا خليكم معي لانزع الشارع واطبق وامس الشيال. خليكم معي ويلا. اخواتي برجع بقلكن اللي ما طلع معنا بهذا الفيديو بطلع بالحلقة الثانية، وكمان اللي بحب يطلع لقناتنا صور حاله ومقطع ويعطينا خيارات لإلي ولسارة يبعث لنا اياه على الرقم الواتساب. وهنا يلا حبكم كتير ويلا باي باي. انتو هون بقلبي. لا تنسونا اللايك والاشتراك. باي. يلا باي باي. سلام.